أنا كنت خايف إنك ما تجي سيادتك. لولا جنابك ما وعدني إنه تفتح موضوع عودة الاتفاق بيننا وبين عواطف ما كنت جيت نهائيا. وهالمرة كمان ما راح تخيبني إذا رتبنا لقاء جانبي بيناتكم على ما أظن. لا جانبي ولا غير جانبي، رجاء لا تفتح هذا الموضوع مرة تانية أبدا. سيدي مو شرط يكون اللقاء رسمي، لقاء صغير على هامش المؤتمر. لا هامش المؤتمر ولا دنب المؤتمر بنوف، أنا حالف 100 يمين معظم إنه ما أحكي مع واحد منهم طالما أنا عايش. بعدين أنا ما برجع بيميني وأنت ما بتريد كمان. بس هالشي هاد مو لمصلحة المؤتمر والوفاق وتنقية الأجواء يلي عم نحكي فيها يا سيدي. يا سيدي الأجواء بتتنقى بدون ما نجتمع مع بعض، شو بيصير يعني؟ لو بيسمح مقامكم إنه نبحث أسباب الخلاف بيناتكم، هذا الشي بيكون إيجابي بالنسبة للمؤتمر. أخي أسباب الخلافات واضحة والكل بيعرفها، بعدين ما في داعي نفتح الماضي وننكأ الجراح. بس المرحلة مثل ما بيعرف جنابكم بتتطلب تجاوز الخلافات الجانبية. لا إذا بتريد بلا منك أبدا، خلافاتنا مو جانبية، إيش ولاد صغار نحن خلافنا معهم استراتيجي بحت. بعدين الجماعة مو تاركيننا، نازلين فينا بجرايدهم الليل نهار، كأنه ما في لا قصة ولا سيرة غيرنا، تركوا الدنيا ودبقونا ولزقوا بدأنا مثل الأملة. بجوز، بس الموضوع انتو كمان ما قصرتوا، وإعلامكم في البركة، بعدين يا عمي، إعلام قبيلة عواطف بيعرفوا القاسي والداني. لا أخي، هذا دفاع مشروع عن النفس، وحدة بوحدة والبادي أصدم. طيب شو رأيكم توقفوا مبدئياً الحرب الكلامية والإعلامية بيناتكم؟ إيه، ما في مانع، إذا هن بيوقفوا خدم مني، نحن منوقف. إيه هن قالوا نفس الحكي. فمين بده يوقف بالأول؟ هلا أخي انتو ما عدكم شغلة وعملة بالمؤتمر غيرنا؟ اتركونا بحالنا بقى، بعدين في قضايا كتير ملحة وساخنة أكتر من هالقضية، وفي جدول أعمال طويل وعريض.